إلى الذين يبحثون عن أعلى أمثلة البطولة، إلى الذين افتقدوا قيم التضحية والرجولة، إلى الذين فتنوا بالمنهزمين وتناسوا جيل المنتصرين، إلى الذين جهلوا مواقف الصحابة العدول فتصوروا العداوة بينهم وبين آل الرسول، إليهم جميعا نهدي هذه القصة. ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى. كيف أسرد لكم قصته؟ من أين أبدأها؟ وكيف أصوغها؟ وبأي شعر يستفيض بياني؟ أقدم اليوم رمزا من رموز الشهادة، إنه حياة لضمير الأجيال، رمز من رموز الإسلام. الكلمات لا تسعفني، العبارات تخونني، العبارات تسبقني، العبارات تسبقني. ريحانة المصطفى. فرأى أصحاب الحسين أنهم لا طاقة لهم بهذا الجيش، صار همهم الوحيد الموت بين يدي الحسين بن علي رضي الله عنهما. أصبحوا يموتون بين يديه، يتساقطون واحدا تلو الآخر عذرا. تساقطت أجسادهم لكن أرواحهم تسامت وتعالت. إلى أين؟ إلى عنان السماء، إلى مقعد الصدق عند من؟ عند مليك مقتدر. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فيا لله، يا لله، ليتنا كنا، ليتنا معك، كنا معك، كنا معك. ليتنا كنا معك فنقتل دونك، دماؤنا والله دون دمك، ورقابنا دون رقبتك. تسيل دماؤنا ولا يسيل دمك، تقطع رقابنا ولا يحز رأسك. فقام شمر ابن ذي الجوشن، وقيل سنان ابن أنس، فرمى الحسين برمحه في ترقوته ثم طعنه في صدره فسقط أرضا رضي الله عنه. فاجتمعوا عليه وقتلوه، وقتلوه، وقتلوه. زلزلي يا أرض، زلزلي يا أرض، زلزلي يا أرض. أمطري يا سما، أمطري يا سما. لقد مات الحسين، ومضيت الحسين إلى سفر، والأمة أرقها السفر. وقفت تثنيك بلا جدوى، ودموع الصحبة تنحدر. ساروا في ركبك أياما، أملا والحب له صور. منها هنا، منها هنا، السلام عليك أيها الحسين، وبيننا وبينك 14 قرنا. السلام عليك يوم ولدت، ويوم قتل، ويوم تبعث حيا. ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى. محاضرة للشيخ حسن الحسين.